قبل أن نمر إلى الفيديو الخاص باليوم إخواني الكرام، أحببت فقط أن أعلق لأن جاءتني مجموعة من التعليقات والرسائل. لماذا حذفت يعني الفيديو الذي وضعته اليوم على الساعة 2 بالخصوص بتوقيت برشلونة؟ سبب إخواني الكرام أن هناك مجموعة من التعليقات التي جاءتني السلبية، أنت أخذت الفيديو من مدون آخر إلى غير ذلك. الفكرة التي شرحتها إخواني الكرام أخذتها من محتوى غربي، يعني تكلمت عنها بالأمس يعني مجموعة من المواقع الغربية، وأنا شخصيا بالخصوص أخذتها من هذا الفيديو الذي وضع هذا الشخص بالأمس يعني بالليل. بالتالي يعني التعليقات السلبية التي جاءتني وتفاديا لتكرار نفس المواضيع، فأحببت يعني أنا أقوم بإزالته مباشرة، حتى لا يعني لا أعرف، يعني أنا شخصيا من الأشخاص Igualmente en la الذين descripción. لا أقبل نهائيا أن تأتيني مثل هذه التعليقات، وأنتم بتلك الفكرة إخواني الكرام تبطلون يعني إيصال الفكرة إلى الجميع. فكما ذكرت يعني المصدر الذي أخذته يعني من هذا الفيديو بالخصوص، وتحدثت عنه مجموعة من المواقع. الفكرة هي تجاوز كلمات السر والكود السري الخاص بالتطبيقات ومشاهدة تلك الصور في الفيديوهات في الهواتف. فيعني الفكرة مع الأسف أنا قمت بحذفها رغم أني أخذتها من المواقع الغربية كما ذكرت. ونمر الحين، والمشكلة أني لا أتابع مع الأسف مجموعة من القنوات العربية، لهذا لم أنتبه كما ذكرت إذا طرحه مدون آخر عليهم. يعني حتى لا نكرر يعني كثيرا يعني في المواضيع، قمت بحذف يعني الفيديو. نمر إلى الموضوع المقترح في هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو، انتشرت عبر الإنترنت إحدى الطرق الجديدة لشحن الهاتف باستعمال شفرتين، يعني من هذه الشفرات يعني الخاصة بالحلاقة وأيضا يعني الخل. طبعا يعني أحببت أن أجرب هذه الطريقة أمامكم ونشاهد فعلا هل يمكن أن تقوم بشحن الهاتف أو فقط ما يتم يعني نشره كذب، خصوصا ان هذه الفيديوهات وصلت حتى 30 مليون مشاهدة عبر المحتوى الغربي ولديه قيمات كبيرة جدا. طبعا الطريقة يا اخواني الكرام تعتمد على ان تقوم باخذ يعني شفرتين كما سوف تشاهدون، وتقوم بربط بهما يعني الكيبلان موجب والسالب كما سوف تشاهدون، ثم تأخذ منفذ الشحن كما سوف تشاهدون او الكيبل الخاص بالشحن، يعني فقط هذا المنفذ، ثم تربط بين الموجب والموجب كما سوف تشاهدون والسالب والسالب. بعد ربط الكيبلان كما سوف تشاهدون ناخذ يعني عودين يعني من الوقيد او اي يعني عودين يعني خشبيين صح التعبير، ونقوم بتثبيت عليهما الشفرتين اخواني الكرام. طيب يعني ثم الحين ناخذ يعني الخل ونقوم بوضعه في إناء. طبعا إذا نجحت هذه الطريقة فأكيد يعني هي طريقة سهلة، يمكن أن تشحن بها يعني الهاتف في أي مكان. طيب الحين أحضرت الخل لإخواني الكرام وسوف نجرب هذه الطريقة، وأريدكم أن توقفوا يعني الفيديو وتكتبوا تعليق هل سوف تنجح أو لا. يعني لا أعتقد، لأنه سوف نشاهد ذلك إخواني الكرام. سوف أقوم بوضع الشفرتين يعني داخل الخل، ثم أحضر الهاتف ونشاهد هل سوف يتم شحنه أو لا. لاحظوا معي فلا شيء. طبعا يعني هذه الطرق مع الأسف يعني حققت نسبة مشاهدات كبيرة جدا والناس اعتقدوا أنها صحيحة. أنا شخصيا أرسلني أحد الإخوة الكرام على أساس وضع التدوينة حولها، ولكن يعني كما ذكرت فضلت أن أجربها. طبعا يعني إخواني الكرام هذه الطريقة يمكن أن تنفعك فعلا، يعني الخل يعطيك يعني طاقة ولكن لا تصل إلى يعني الطاقة التي يحتاجها عادة 5 فولت يعني الهاتف لشحنه. عبر هذه الطريقة يمكن لك مثلا ربط مصباحين هنا وتشغيل يعني مصباحين ليد، يعني مصباح ليد. أما إذا كنت تريد أن تشحن هاتفك فيجب أن تكرر هذه العملية تقريبا 6 مرات، يعني أن تحضر 5 يعني إناء ثم نفس العملية وتربط يعني جميع الكيبلات الأحمر بالأحمر الأسود
بالأسود إلى غير ذلك، على الخمسة يعني الخمسة إناء إن صح التعبير التي وضعت فيها نفسها في العملية حتى تصل إلى يعني الطاقة التي يمكن من خلالها شحن يعني الهاتف إخواني الكرام. غير ذلك فهذه الطريقة كما سوف تشاهدون غير صحيحة نهائيا، فقط عندما يقوم بربط هذه الأشياء جميعا يقوم بتشغيل إحدى التطبيقات التي تعطي لك يعني وكأن البطارية تشتغل. إذا كنت تريد طرق يعني شحن الهاتف بدون كهرباء وفي أي مكان يعني تتواجد فيه، فشرحت الكثير منها يعني التي هي صالحة. سوف تجدون يعني الروابط أسفل الفيديو. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك وحتى يستفيد الجميع، وزيارتنا على موقعنا دو الفيديو البونتيك الخمسة بونت كوم، والإيميل على صفحتنا facebook.com/حافظ 984. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.